تدرس صفحة 186 اكتب بأبسط ما يمكن كل من الأعداد الآتية. عندنا اي أس لوغاريتم 2، أخذنا قاعدة اي أس لوغاريتم الـ A يطلع نفسه A، الاي واللوغاريتم بيختفوا بيضل 2، اي أس لوغاريتم 3 شو بيضل؟ 3، 2 زائد 3 5. نجي على بعد اي أس نص لوغاريتم 16، من خواص اللوغاريتم هون شباب كمان عندنا خاصة A بلوغاريتم ال B، بتطلع ال A لفوق بتصير لوغاريتم B أس A، فبتطلع النص لفوق بتصير E أس لوغاريتم 16 أس نص زائد E أس لوغاريتم 3. ال E واللوغاريتم بنشيله شو بيضل؟ 16 أس نص E أس لوغاريتم 3، شو عم يطلع جواب؟ 3. أي مقدار أس نص يعني جذر تربيعي، بصير جذر ال 16 تربيعي زائد 3، جذر ال 16 4 زائد 3 شو الجواب؟ 7. مين ظبطه معه؟ اوف، والبقية؟ بقية اعتقد ما عرفانين شو يعني 16 أس نص، ما مشكلة. نجي على بعد لوغاريتم اي أس ناقص 3، ناقص 3 بترجع لورا بتصير ناقص 3 لوغاريتم الاي، لوغاريتم الاي كم؟ واحد، فعم تضل ناقص 3 بواحد، شو عم تضل؟ ناقص 3. اي أس لوغاريتم 5 شو قلنا؟ 5، الاي واللوغاريتم بنشيلهم شو بضل؟ 5، 5 ناقص 3 2. شوف اللي بعده اي أس ناقص لوغاريتم 3 على 2، ركز معي، الناقص تطلع لفوق بتصير 3 على 2 أس ناقص 1، والاي واللوغاريتم الا بضل المضمون هون، بتروح الاي مع اللوغاريتم هون. اي اس لوغاريتم 3 طبق الخاصة الاولى شو عم تضل؟ 3. كسر اس ناقص 1 يقلب بصير 2 على 3 زائد 3، الجواب 1. مين ظابطه معه كمان؟ برافو، خلصوا كاني؟ نجي على السؤال الثاني، كمان اكتب بأبسط ما يمكن مع مجموعة التعريف. هون مجموعة التعريف انتبه هي، تابع الأسي معرف مثل الأس، لوغاريتم الإكس معرف من الصفر للزائد لانهاية. هون بضل عندنا الإكس إي أس لوغاريتم إكس، اي واللوغاريتم نشيله شو بتضل؟ اكس ناقص هون لوغاريتم جدا، احنا اخذنا لوغاريتم ا ب ب، هي صير لوغاريتم ال ا زائد لوغاريتم ال ب، توزع هي على هي وهي على هي، لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم اي اس اكس صير اكس ناقص لوغاريتم 2 ناقص بزائد كمان ناقص لوغاريتم اي اس اكس. لوغاريتم اي اس اكس هو اكس، لانه بترجع الاكس لورا لوغاريتم الاي بنشيلها لانه هي شو؟ واحد، بتروح الاكس مع الاكس شو عم يضل؟ ناقص لوغاريتم 2. السؤال اللي بعده بنعين على الاس، الاس اللي عندنا اياه هون اكس ناقص واحد معرف من الواحد للزائد لانهاية، المضمون اكبر تمام الصفر، وهي من الصفر للانهاية تقاطعا من الواحد للانهاية. هلا شو بالأس هون؟ لوغاريتم ناقص لوغاريتم، كمان أخذنا خاصة إن لوغاريتم ناقص لوغاريتم بتصير لوغاريتم الـ A ناقص لوغاريتم الـ B، بتصير لوغاريتم A على B، هاي هي الخاصة، هاي A وهاي B، منشيل الـ E واللوغاريتم شو بضل؟ X ناقص 1 على X، بنوحد المقامات مع الواحد على اكس وهي موحدة، عم يضل الجواب اكس على اكس، شو عم يطلع الجواب؟ واحد. مين ظبطه معه؟ برافو، والبقية ما بعرف شو اللي مخربطهم، كان لسه في وحدة؟ كم وحدة هنا بالكتاب؟ ثلاثة. من ايقاف مؤقت؟ السؤال اللي ما محلول هون
السؤال اللي ما محلول ضمن الرقم 2 طلع هو السي صح؟ عم يطلع جوابه 2 على اكس لحال الوظيفة. شو عم يطلع جوابه 2 على اكس؟ تأكدوا منه. طبعا مجموع التعريف من الصفر مفتوح لللانهاية. السؤال الثالث هام جدا جدا جدا، حل معادلات ومتراجحات. السؤال الثالث هام جدا. أول معادلة طبعا تابع لسي معرف على R، كلنا عم نقول مجموع التعريف هون شو R أو شرط الحل R إذا بدك. إيوس 3 ناقص X بيساوي الواحد، هيدي كيف حلها؟ في طريقتين. إذا بتعرفها للخاصة إيوس A بيساوي B، الخاصة تقول تاخذ الـ A تساوي لوغاريتم الـ B مباشرة تسمح، أو تاخذ لوغاريتم الطرفين. لوغاريتم الطرفين يعني خذ لوغاريتم لهي بتصير لوغاريتم 3 ناقص X بيساوي لوغاريتم الواحد. انت بس شوف اي اس، خذ لوغاريتم الطرفين. شو بنستفاد؟ لوغاريتم الواحد صفر، هاي شغله وهي اي اس، وهي بترجع لورا بتصير 3 ناقص اكس لوغاريتم اللي شو بيكون؟ واحد بنشيله. او مباشره بناخذ الاس بنقول لوغاريتم الواحد 3 ناقص اكس بيساوي لوغاريتم الواحد، ولوغاريتم الواحد صفر. ننقل عم تطلع الاكس 3 تنتمي لمجموعة التعريف، طلع الجواب 3. هون اي اس A يساوي اي اس B، خاصة تقول اي اس A يساوي اي اس B، يقتضي انه الـ A بيساوي الـ B، الاس هاد يساوي هالاس، بنحلها بالدلتا، عم يطلع دلتا 5، عم يطلع جوابين مقبولين. مجموعة الحلول هي، الكتابة هنا خاطئة. شو مجموعة الحلول؟ مجال مفتوح. لما بدك تقول مجموعة حلول بدك تحط قوس مجموعة هيك. لا مجال مغلق ما بصير كمان. فقط قيمتين، فبنحط قوس مجموعة وليس قوس مجال، ما بصير نحط قوس مجال. وطبعا بيكتب الامتحان لهون يكفي، هاد وهاد هن الجواب. اثنين ثلاثة. اشرح لهم. ليه شرح؟ لا هيك ثلاثة. سؤال ثلاثة بس طلب الثاني. الثاني ضمن الثالث. يا اللي بعده. شو شرط الحل هون؟ ما بصير المقام ينعدم. يلي حابب يكتبها بدقة علمية بالغة، المقام ما بصير ينعدم. روح عدوم المقام على جنب، عم يطلع شو عم يطلع؟ تعال نعدمها بالله. تعال نجرب نعدم المقام. القال هي لهنيك، واحد بيساوي اثنين اي اس اكس. اي اس اكس شو بيساوي؟ نص، معناها الاكس تساوي لوغاريتم اثنين. طلعت مجموعة تعريف ار ما عدا لوغاريتم اثنين. ليش ناقص؟ لوغاريتم النص، سوري. لوغاريتم النص. لوغاريتم النص هي لوغاريتم الواحد ناقص لوغاريتم اثنين. لوغاريتم الواحد صفر، يعني ناقص لوغاريتم اثنين. ف الشرط هون ار ما عدا يا تقول لوغاريتم النص يا تقول ناقص لوغاريتم 2. هالواحد من وين جابوها هون؟ اذا دي تساوي ار ما عدا شيلها لهي لوغاريتم النص. ار ما عدا مين؟ لوغاريتم النص.
مو واحد ولوغارتم. لوغارتم النص او يا بتول ناقص لوغارتم 2، 2 اعطوهم بصير. شو مقامه للخمسة؟ واحد. نعمل وسطين بالطرفين. بعد ما تعمل وسطين بالطرف تنقل الناقص 10 لهوني. عم بتصير 11 اي او 6. معناها اي او 6 هي 5 على 11. خذ لوغاريتم الطرفين، عم يطلع الجواب لوغاريتم 5 على 11. مين ظابطه معه؟ حلوين رغم الحزن؟ جلست للقعده يا علي؟ من إيقاف مؤقت ليخلص المؤذن. رقم 4، نفس الفكرة، المقام تبو المقام لا ينعدمه. ليش؟ إذا بدك تعدم المقام انقلها لفوق لهذيك الجهة، إي أس إكس بيساوي ناقص 2 مستحيلة الحل. طبعا كل ما نشوف إي أس إكس انتبهوا بيساوي سالب أو إي أس إكس أصغر من سالب هذول مستحيلة الحل. كل ما تشوف إي أس مقدار بيساوي سالب أو إي أس مقدار أصغر من السالب هذول شو هذول؟ مستحيلة الحل. معناها ما في شيء بيعدموا للمقام إذا شرط التعريف أو شرط الحل هو آر أو مجموعة التعريف هي آر. نعمل وسطين بالطرفين، نضرب هاي بهاي. تقدروا لي ان المقام عندكم بالله؟ اي اس اكس ولا اي اس ناقص اكس؟ تاكدين؟ هون ناقص اكس عندكم؟ طيب ليش ما عم تحكوا؟ بس تكمل شرح وخلص يعني؟ هلا ظبط التمرين. نضرب هذا مقام واحد، نضرب هاي بهاي وهاي بهاي. 2 اي اس ناقص اكس ضرب اي اس اكس يعني 2 اي اس صفر يعني واحد. اي اس صفر واحد، واحد باثنين، اثنين. وهي بتنضرب بهي عم يطلع 4 اي اس ناقص اكس بيساوي الواحد، ننقل معاليم للطرف مجاهيل للطرف، ننقل اثنين لعند الواحد بصير ناقص واحد، بنقسم على الامثال. هون كيف عم يحلوها؟ هل اي اس ناقص اكس عم يعملوها بالعكس، هي واحد على اي اس اكس، طبعا ما في داعي لكل هالعملية، فينك تعملها بكل بساطة هيك، عينها هيك. اي اس ناقص اكس بيساوي شو؟ ربع. ناقص ربع، ناقص واحد على مين؟ على أربعة. هي شو أصلا؟ واحد على اي او 6 إذا بتقلبها تساوي واحد على ربع. ناقص واحد على ربع، قلبهم اثنيناتهم. اي او 6 بيساوي ناقص أربعة، طلعت مستحيل الحل. فرجونا كيف حلينا أنتم؟ هي قالبينا. ليك قالبينا هون. ضاربين الوسطين بالطرفين، ضاربين هاي بهاي، ضاربين الطرفين بناقص مشان تروح هاي، ورجعنا لنفس المكان. اذا اي اس اكس يساوي سالب مستحيل الحل. بدي اتركها هيك ولا بدي اكتبها بطريقه اوضح؟ شو يعني مجموعه الحلول؟ فاي. لانه الاساس موجب، بس يكون الاساس موجب 2.7 تقريبا موجب. فاي مقدار اساسه موجب هو موجب. وين صرنا؟ خرمشتني القطه بالمعهد هذاك. بعملك لا تلعب مع قطه. اول شيء بتكون حبابه وفجاه ما ادري شو بتعمل. يلا والله انا بالي عم دللها. طب ما بدل القطط، دلل طلابي بس انا. يلا لوغاريتم اي او 6 ناقص 2 يساوي 3. هلا اخذناها من شوي، بناخذ المضمون بيساوي اي او 6 3. اللي مخه مطصم بهدول ما عم يعرف شو بده يعمل.
بروح على مسودة بلا ما حدا يشوفه طبعاً، بحط هون اي وهون اي، اي بفجر اللوغاريتم بضلوا هدول تمام. هي اللي مخه ما عم يجمع، اللي مخه عم يجمع هي خاصة تاخذ المضمون يساوي اي اس 3 لأن اللوغاريتم العكسي ابتضاء عكس بعض. تنقل هاي لهون، بدنا نروح الاي ناخذ لوغاريتم الطرفين يعني بصير لوغاريتم الاي مكعب زائد 2. إيه ظابطه معه؟ برافو 10% نعم. هالمره متراجحه، هذيك شو كانت؟ معادله، هالمره متراجحه. شرط الحل المضمون اكبر تماما من الصفر لذلك مفتوح يا بني لانه في لوغاريتم، واللوغاريتم لها قاعده عند العدد دائما مفتوح. المضمون اكبر من الصفر طلع هي بتطلع الاكس اصغر من لوغاريتم 2، يعني من ناقص 2 لوغاريتم 2. نرجع طبعا هيدي الخطوه اللي عم بحكي عنها شايفينها لهي، هي عم تسود بعمل ورا تعمل وانا ابيض عم تحط الانسب اي هون اي هون، فبيطلع المضمون اكبر من 3 انقلب تطلع 2 اس. هن شو عاملين بالنقل هون؟ انتبهوا جايبين هي لهون، ركزوا معي شوي، جايبين هي لهون وهي لهون بالعكس، فطالع معك اي اس اكس اصغر من مقدار سالب الاي مكعب كبيره تقريبا 21 وشوي 23 وشوي او 24 وشوي، هذا اكبر من هذا، فهذا المقدار السالب اي اس اكس اصغر من سالب شو منتجها؟ مستحيلة الحال. هون خطا مطبعي، هون في اي اس 3 نفسها هي نفسها، هون في اي نسيانينا ليك مبينه. ننقل هي لهون وهي لوين؟ لهون. هون شو بده يكون هون؟ اي اس 3 تتاكد من دفتر. مستحيلة الحل. شو كان المرة الثانية شرط الحل؟ شو هذا؟ وات از ذيس؟ بالمعادلات بالمتراجحات عفوا قلت لكم اذا بيطلع صفر بيساوي الصفر الحل بيكون هو نفسه شرط الحل، اما اذا بتطلع المتراجحه مستحيله الحل ما عاد في شيء، هذا كله خطا مطبعي، هذا من وين ساقط لهون غير ربك ما بيعرف، اصلا ما في شرط الحل لك هون موجود، هذا كله خطا اشطبوا معي خطا بالمستند اللي كان بدنا الان خاف مؤقت. دوره بتون بلشنا سبعة تاك لك الضبعة جايتكم الضبعة طولوا بالكم مين هي الضبعة؟ حال بكالوري اي اس اصغر من اصغر او يساوي اي اس بي يقتضي اصغر او يساوي البي. بنحل بنقلها لهذيك الجهه درجة ثانية بندرس الاشارة بنعدمه نعمل له جدول ما بين الجذرين مخالف لامثال اكس مربع يعني سالب موجب موجب. هن نشوف شو بدهم، بدهم اصغر من الصفر يعني بدهم السالب، وين المنطقة السالبة؟ بين ناقص 3 و 2 ومجالات مغلقة، لماذا يا زينب؟ لأنه هون في شخطة برافو، لأنه هون في شخطة فبنحط المجالات مغلقة. 8 هلا رقم 8 هام جدا، في منا 40 علامة بيجي طب جو متوقع فينا نقول نشيل الاي اس اكس نحط بداله تي، نبهتكم مرة بس اخر شيء بترجع التي لاصلها وفينك تحلها مثل ما هي، ادرس اشارة اعدمه لهذا عم يطلع 1 0 واعدمه لهذا عم يطلع لوغاريتم 4 وعملنا الجدول كنا نظبط الاشارة اما بالتجريب او تضرب اي اس اكس بي اس اكس شو تصير؟ اي اس 2 اكس اي درجة؟ ثانية مثل التي مربع ما بين الجذرين مخالف لامثال الحد التربيعي يعني عكس الامثال
قول موافق موافق. هن شو بدهم انتبه؟ بدهم اصغر بصير بدهم المنطقة السالبة. بين الصفر ولوغاريتم الأربعة، ليش مجال مفتوح؟ لما خليها تحكي البنت. ليش مجال مفتوح؟ مو مغلق مثل هاد. قولي تالا. قولي شيماء. استاذ استاذ لانه ما في متراجع. ما في شخطه برا. عم اقول ما في متراجع. ليك هون في شخطه. ما في متراجع. ايه هي الشخطه نفسها. ايه. لانه ما في شخطه، اذا في شخطه مغلق، ما في شخطه مفتوح. شو رقم صرنا؟ تسعة. هاد لوغاريتم الطرفين. هذا بيرجع لورا، لوغاريتم الاي واحد بصير الاس اكبر من لوغاريتم ثلاثة. وينها؟ ليكا. بين هون شيماء. ندرس الاشارة. عم يطلع في قيمتين بيعدموا. نحطهم بالجدول ما بين الجذرين مخالف لامثال اكس مربع سالب موجب موجب. شو بدنا نحن؟ وين موجب ولا سالب؟ ليك بدنا المجالات الموجبة. وعند العدد مغلق هالمرة نجرب شاب. ليش مغلق يا علي؟ لأني في شفتها. وين الشفتة علي؟ ليك هذا خلص هون. كم سؤال صاروا؟ ثلاثة. نكمل الصفحة كمان مشان كده يكونوا نفس التسجيل. السؤال الرابع، اشرح لماذا تتفق إشارة شوف اي اس اكس ناقص 4 على اي اس اكس مع إشارة اي اس اكس ناقص 2. تعال نشوف ليش عم يكونوا نفس الإشارة. وحد المقامات. هذا شو مقامه؟ هذا مقامه واحد. نضربه بـ إيو 6 بصير إيو 6 ضرب إيو 6 إيو 2 إكس ناقص 4 على إيو 6. هاي متطابقة. جذر الأول ناقص جذر الثاني، جذر الأول زائد جذر الثاني. هلا هذا موجب، انتبه، وهذا موجب. الموجب ما بيأثر بالإشارة، معناه مين اللي عم يتحكم بالإشارة؟ هذا. إذا بتقول بما أنه هذا موجب وهذا موجب، ليك بما أنه هذا المقدار موجب فإن الإشارة حسب مين؟ إيوس إكس ناقص 2. فبعد شوي إذا بقول لك أنا حلل لي المتراجحة هذه مثلا أكبر من الصفر، بدل ما تتعذب بهاي بتشيلها بتحط بدالها هاي، لأنه إشارة هاي نفس إشارة هاي. هيك بدك تستفاد منهم. شوفوا تكملتها مو حل المتراجحة؟ كملوها. وينها؟ حل المتراجحة أصغر من الصفر، فبدل ما تشتغل بهاي تشتغل بمين؟ بهاي. بتقول اي او 6 ناقص 2، بس هون ما كاتبتها لانسى. بعد هاي حل المتراجحة يوافق اي او 6 ناقص 2 أصغر من مين؟ أصغر نص. حلو ولا هاي؟ انقلها لهوني تطلع اي اس اكس أصغر من 2. خد لوغاريتم الطرفين، اكس أصغر من لوغاريتم 2، يعني من ناقص لنهاية للوغاريتم 2. هذا هو الجواب. كيف حالة الآن؟ صار ما فهمت. What is this؟ هاي الآن درس الإشارة وأخذ المنطقة. نحن بدنا السالبة، صح؟ إنه درس الإشارة بس فينك أنت تنقلها لأنه ما في درجة تانية، في فقط إي أس إكس بصير. بيطلع من ناقص للوغاريتم 2 مفتوح. فاضل لنا تسجيل.